مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من هنا مسبيرو، نبداها معاكم بقراءه لاهم واحدث الاخبار. تابعنا اليوم قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات في سوهاج في اطار مشروعات التنميه اللي بتجريها الدوله في الصعيد، مشروعات مهمه وحيويه غيرت من وجه الواقع وخلقت فرص عمل ووضعت محافظه سوهاج على الخريطه السياحيه. وحول هذا الموضوع بينضم الينا عبر اتصال تليفوني الكاتب الصحفي جميل عفيفي. اهلا بيك معنا استاذ جميل. اهلا بك يا استاذ عواطف، اهلا بالساده المشاهدين. استاذ جميل، بدايه ازاي تابعت اليوم المشروعات اللي تم افتتاحها اللي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في محافظه سوهاج بمناسبه العام الجديد؟ هو طبعا مشروعات مهمه جدا وكلها مشروعات قوميه، الهدف منها رفع المعاناه عن المواطن المصري، ثانيا خلق فرص عمل في المحافظه. احنا عارفين ان محافظات الصعيد للاسف الشديد كانت مهمله لسنوات طويله جدا، ما كانش في اي تطوير او تحديث في البنيه التحتيه داخل محافظات الصعيد وبالاخص سوهاج والمحافظات الاخرى. وطبعا الدولة منذ عام 2014 وكان فيه استراتيجية واضحة اللي هو إعادة بناء الدولة المصرية، العمل على التنمية الشاملة داخل الدولة، العمل في كل المحافظات، خلق مدن سكنية جديدة للمواطنين، التوسع العمراني، القضاء على العشوائيات، كل ده قدرت الدولة ان هي تحققه في كل محافظات مصر. وكان بالنسبة للصعيد في محافظة سوهاج كان ليها نصيب كبير من هذه الاستراتيجية وهذه الخطة، وبدأ العمل فيها من خلال انشاء شبكات طرق، والنهاردة شفنا الرئيس بيفتتح محور طمأ، وايضا خلق اماكن جديده او مجمعات للصناعه، الصناعات الصغيره، بناء مدارس، كل ده بدا في محافظه سوهاج وفي القرى. وده طبعا النهارده شفنا بالتعاون مع مبادره حياه كريمه، والنهارده زياره ايضا رئيس قريه ام دوما. دي كانت اول قريه نموذجيه. بالضبط، هي قرية نموذجية بكل المعاني، لأن هي قرية تم إعادة تأهيلها من البداية، إنشاء فيها مدارس، إنشاء فيها وحدة صحية مجهزة أو مستشفى مجهزة على أحدث الأجهزة، فيها مكاتب خدمية للمواطنين، مكاتب بريد، الإسعاف، إنشاء طرق، صرف صحي جديد، مياه العذبة للمنازل ولكل القرية، وأيضا إعادة تأهيل المنازل اللي تم يعني عوامل بقى التعرية وعوامل الزمن اللي قدرت إن هي تأثر على هذه المنازل، في منازل تم تأهيلها وفي منازل تم إعادة بنائها من جديد، يعني هدمها وإعادة بنائها من جديد. بجانب بقى كل ده ان هو خلق فرص عمل جديده للمواطنين من خلال المشروعات اللي بتتم داخل المحافظه، يعني كل بالذات استاذ كميل كمان المنطقه الصناعيه يعني اللي تم افتتاحها بالتاكيد هيبقى فيه افاق استثمار كبيره متوقعه. هو بالطبع المدينه الصناعيه دي كانت مهمه جدا، افتتاحها النهارده والرئيس وتحدث مع بعض رؤساء مجالس ادارات المصانع اللي متواجدين وشاف المعوقات اللي امامهم ايه، بل بالعكس كله بيسعى ان هو يوفر فرص عمل للعدد من المواطنين، زياده المرتبات والدخل للمواطنين، بجانب ايضا زي ما بقول لحضرتك ان المشروعات القوميه اللي بتتم داخل كل محافظه بيعمل فيها ابناء هذه المحافظه. إذا في كل محافظة بيتم توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في كل المشروعات القومية اللي بتتم فيها، إذا هناك طفرة شاملة في صعيد مصر. والنهارده زي ما احنا شفنا في سوهاج، رغم طبعا الأزمات الاقتصادية العالمية، أزمة كورونا، ما بعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على العالم ككل والركود الاقتصادي في العالم كله وحالة التضخم في كل دول العالم، لكن مصر لم تتوقف وتسير بخطوات ثابته من اجل التنميه داخل المدن. واحنا شفنا النهارده كمان الرئيس وهو بي 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 بيستمع لاصحاب المشروعات او الافكار اللي شفناها، وان هو قدم لهم الدعم وقال الدعم موجود زي ما انتم عايزين واكثر ما انتم بتحلموا من صندوق تحيا مصر، بناء طبعا على
دراسات الجدوى اللي سيتم تنفيذها، وهيبقى في دعم كبير ليهم من صندوق تحيا مصر من اجل تنفيذ هذه المشروعات وتوفير فرص عمل، وكل ده بيعود بالنفع على اقتصاد الدوله بالتاكيد. استاذ جميل، عايزين نتكلم كمان عن المستشفى الجامعي اللي تم افتتاحها بتكلفه اكتر من مليار جنيه، والحقيقه دي نقطه مهمه جدا لانه الخدمات الصحيه كانت ضعيفه الى حد ما في الصعيد بشكل عام. الخدمات الصحيه كانت مهمله بدرجه كبيره، زي ما قلت لحضرتك الصعيد كان مهمل بشكل كبير، يعني كان الخدمات الصحية بالذات كان فيها إهمال شديد جدا، وكان أي حد بيتعالج يا بينتقل يا بيجي للقاهرة يا إما بيروح محافظة أخرى فيها خدمات صحية. طبعا المستشفى الجامعي النهارده اللي تم تكلفة مليار جنيه، وفي كل ما هو جديد وكل الأجهزة والأدوات الطبية الحديثة اللي تقدر إن هي تعالج أبناء المحافظة وتقدم لهم الخدمات الصحية، بجانب مش المستشفى فقط لكن المراكز الصحية اللي تم إنشائها في كل القرى وكل نبوع في محافظة سوهاج. إذن في منظومة متكاملة صحية تم إنشائها في محافظة سوهاج من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بشكل أساسي وبشكل سريع وبشكل أيضا احترافي، مع الاهتمام أيضا بالخدمات الطبية ما بعد طبعا العمليات، والاعتماد طبعا على الخبرات الطبية الكبيرة. وخلي بال حضرتك كل المشروعات القومية اللي بتتعمل داخل محافظة سوهاج دي هي بتقلل بشكل كبير الهجرة الداخلية من سوهاج إلى القاهرة. احنا عارفين ان سوهاج من اكبر المحافظات كان فيها هجرة داخلية، الشباب بيهاجر عشان يجد فرصة عمل في محافظة القاهرة. طالما فرص العمل متوفرة داخل المحافظة فبالتأكيد يعني ممكن يعني يفضلوا اهل المحافظة متواجدين داخل المحافظة بالطبع، فهي هتقل الهجرة الداخلية داخل الدولة المصرية، هيقل طبعا عدد القادمين إلى محافظة القاهرة، مع توفير أيضا الخدمات ليهم، الخدمات الإدارية والخدمات الحكومية اللي متواجدة هناك في كل مكان، فبرضه بيقلل إن هو أو بيوفر عليه وقت إنه ينزل للقاهرة أو يروح أي محافظة عشان يقدر إن هو يخلص الإجراءات اللي هو محتاجها. إذا الدولة في منظومة شاملة داخل الدولة كلها استراتيجية واضحة التنمية المستدامة للدولة المصرية، تقديم كل الخدمات للمواطن في كل محافظات الجمهورية، وهو ده اللي احنا شايفينه وبنجني ثماره في الوقت الحالي. والنهاردة الرئيس كان في محافظة سوهاج والتقى بالأهالي المحافظة وتحدث معهم، والعديد من المشروعات تم افتتاحها اليوم اللي هي زي ما بقول لحضرتك بتعود بالنفع على مواطن ومحافظة سوهاج. الكاتب الصحفي جميل عفيفي بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. نشوف معاكم هذا الفاصل وجزء من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في محافظة سوهاج ونعود مرة أخرى. قام الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيدة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي بافتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور وزراء البيئة والثقافة وقطاع الأعمال العام وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. عن هذا الموضوع بينضم إلينا عبر اتصال تليفوني الأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن. أستاذ صبري أهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك أستاذ عاطف. أستاذ صبري بداية لو تكلمنا بالتفاصيل أكتر عن المعرض اللي تم افتتاحه، المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب، وإيه الهدف منه؟ في البداية طبعا أنا بشكر أسرة البرنامج، وأحب أوضح أن المعرض العربي أو ما يسمى بيت العرب ده تم افتتاحه اليوم بحضور يعني وزراء شؤون اجتماعية من 12 دولة، في 11 سفارة كانوا ممثلين. المعرض بيضم او يعتبر ملتقى ثقافي اجتماعي بين الدول العربيه. طبعا هو برعايه القياده السياسيه فخامه السيد رئيس الجمهوريه. المعرض مقام على 4000 متر في قصر القبه. وطبعا كما عهدنا ان مصر هي الشقيقه الكبرى اللي بتدعم او بتحتضن الاخوه العرب. فالمعرض النهارده تم افتتاحه، وعلى هامش المعرض كان في احداث وفعاليات اخرى، زي كان في الديفيليه الصبح تم حضوره. طبعا العمل نفسه
بالتنسيق والمشاركه مع جامعه الدول العربيه. تم عمل ديفيليه النهارده قبل افتتاح المعرض، وبعد المعرض تم افتتاح المعرض وتم التجول وتفقد المنتجات اللي تم اختيارها بعنايه فائقه، لان علشان تكون منتجات قادره على المنافسه والتسويق. وكان في ندوه النهارده على هامش المؤتمر خاصه بالحرف اليدويه والاسر المنتجه. طبعا كل الساده الدبلوماسيين والوزراء حضروا الاحداث دي والايفنتات ديت. يعني نقدر نقول استاذ صبري انه من خلال المعرض فرصه بقى لتبادل الخبرات ما بين الدول العربيه المختلفه، ويعني يبقى تبادل خبرات بالنسبه للتجارب المختلفه اللي معروضه في بيت العرب. بالظبط يا فندم، المعرض مقام او يعني الفتره اللي هيكون فيها المعرض من يوم 5 ليوم 11 يناير. الفتره دي ان شاء الله هيبقى في تواجد يومي للجاليات او الممثلين عن الدول العربيه الشقيقه، الى جانب المعرض بيضم حرفيين مصريين من مختلف المحافظات. عن المعرض يعني بيرعى اكثر من 150 اسره او عارضه، طبعا الناس دي بيبقى وراها ناس ثانيه شغاله. الهدف الرئيسي من المعرض هو تمكين المرأة وتمكين اقتصادي للأسرة، وطبعا ده تبادل ثقافي وحرفي بين الدول العربية عشان يكون ليه مردود سواء بقى الفترات القادمة، لأن ده يعتبر المعرض ده حاجة يعني ابتكار جديد من وزارة التضامن الاجتماعي، إن هو إن شاء الله يكون فعالياته ناجحة ويجوب بعد كده الدول العربية، لانه هو طبعا كان في استاذ صبري حرف صديقه للبيئه مشاركه من خلال المعرض. يا فندم، يعني هي تعتبر الحرف اليدويه غالبيتها اللي موجوده هنا صديقه للبيئة. نعم بالضبط، لانها كلها حرف من منتجات طبيعيه، يعني السجاد، الخشب، السرسوع، الزجاج، مخلفات، يعني في حاجات كتيره قوي بتبقى موجوده، النحاس، الصدف مختلف. استاذ صبري، زي ما يعني وضحت من خلال كلامك انه نتوقع انه يكون في فعاليات مختلفه لبيت العرب، هل هيتم اعتماد المعرض العربي للاسر المنتجه بيت العرب كمبادره عربيه لدعم الاسر العربيه المنتجه؟ بالضبط، هي تعتبر فكره يعني جديده. طبعا القياده السياسيه المصريه بتبتكر دايما وهي قادرة على الإبداع. طبعا بيت العرب ده يعني جاي من إن مصر هي الدولة الأم أو الدولة الشقيقة الكبرى اللي بتجمع كل الدول العربية، إلى جانب بقى إن ده دعم للثقافة توطين الحرف، لأن طبعا في الفترة الأخيرة كان في بعض، وطبعا كل محافظة مشهورة بحرف مختلفة. بالظبط يا فندم، بالظبط، يعني احنا عندنا هنا ممثلين محافظات من سوهاج، من أسوان، من الأقصر، من القاهرة، من الجيزة، يعني عاملين زي خليط من المحافظات كلها، بحيث ان المنتجات دي، ومن خالد الخليلي، يعني جايبين شغل قادر على انه يعني يبين جودته، وفي نفس الوقت ده احنا يعني بندعم الحرفي الجيد اللي يعرف يشتغل ويعرف ينتج ويدعم الاقتصاد القومي، وفي نفس الوقت هيبقى ده نموذج جديد عشان ندعم تدريب الحرفي، بحيث ان احنا ندعم الاقتصاد الوطني ان شاء الله. استاذ صبري عبد الحميد، رئيس الاداره المركزيه للتنميه والاستثمار بوزاره التضامن، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. فاصل ونرجع معكم مره ثانيه. أكد الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركتها التابعة قد وجهت بإنشاء ركن لكل مجمع استهلاكي تحت مسمى أهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25 ل 30%، بالإضافة إلى الشوادر اللي شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة. عن هذا الموضوع بينضم إلينا عبر اتصال تليفوني الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر. دكتور تامر، أهلا بيك معنا. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. دكتور تامر، يعني كلمنا عن المعارض بقى على مستوى محافظه الاقصر، قول لنا بقى عدد المراكز والمدن اللي تم فيها افتتاح معرض اهلا رمضان.
احنا بدأنا اول معرض ان شاء الله في مدينة الأقصر على مساحة 1100 متر في مدينة الأقصر امام محطة السكة الحديد. والنهاردة انا لسه دلوقتي مخلص افتتاح معرض اخر في مدينة إسنا ذات الكثافة السكانية العالية جدا، يمكن تلت سكان المحافظة في متركزين في إسنا. طبعا الاسعار والتخفيضات خلت الاقبال على هذه المعارض كتير جدا، بخلاف ان احنا في كل مدينه سيتم افتتاح خلال هذا الاسبوع او بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله لتكتمل عدد المعارض الى 9 معارض على مستوى المحافظه. 9 معارض دي ده عدد منافذ البيع 9 ديت المعارض التي يشارك فيها اكثر من عارض، يعني احنا كل معرض من دول على الاقل فيه 15 عارض وشركه وتاجر كبير بيعرض بضاعته بالاسعار المخفضه. الاسعار المخفضه يا دكتور يعني زي ما هو وفق الخبر من 25% ل 30% تخفيض. بالظبط، وممكن في بعض السلع اكثر من كده، يعني عندنا اللحوم البلدي في المعرض 130 ل 140 جنيه. الزيت ازازه الزيت اللتر 45 جنيه و40 جنيه، كيلو السكر 15 جنيه، كيلو الدقيق 15، كيلو الارز السايب ب 12، كيلو الارز المعبأ ب 15، كيلو الارز الفاخر ب 18، وهكذا في جميع انواع السلع. وكل السلع متوفره لان كان في نقص في الفتره اللي فاتت الـ 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 الزيت والرز، كل السلع متوفره؟ بالظبط زي ما حضرتك قلتي كل السلع متوفره، هي اللي حصل ان في الفتره اللي فاتت كان في نقص من المعروض في المتاجر والمحلات عن طريق ان بعض التجار كانوا بيخفوا السلع بهدف رفع اسعارها للمواطنين. وبالتالي الدكتور علي مصلحي معالي الوزير قرر تشكيل لجان ومرينا على كل هذه المحلات والمتاجر واعطانا لهم انذارات بالاعلان عن الاسعار وان هم يعلنوا عن المخازن. وبالتالي لما صدر التوجيهات معاليه ان احنا نفتتح ونبكر في افتتاح اهل المعارض رمضان والشواتر الموجوده، بدأنا من شهر يناير، فكل التجار دي هابت من ان احنا ممكن نصادر الكميات اللي عندهم. كده كده بدأتوا كمان يعني اهل رمضان من بدري. ايوه فعلا توجيهات فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء ان تستمر اهل رمضان اعتبارا من يناير 23 وحتى نهايه شهر رمضان المعظم. وحاليا بيتم دراسه ان هذه الشوادر تستمر طوال العام ان شاء الله. دكتور تامر صلاح وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالاقصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. معانا الخبر التالي كمان، رئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ اقباط مصر بالخارج بمناسبه عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقيه تهنئه بهذه المناسبه نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، جاء نصها: الاخوه والاخوات اقباط مصر بالخارج، يطيب لي ان ارسل اليكم باصدق التهاني القلبيه بمناسبه الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. أعده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، وأدعو الله العلي القدير لكم بدوام النجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير. كمان النهاردة قام السيد الوزير محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وبكده تكون انتهت فقرة أخبارنا. بعد الفاصل الزميل خالد سعد في ضيافته الدكتورة ملاك جمعة أستاذ العلوم أستاذ الإعلام في حوار عن دور الإعلام في إظهار مجهودات الدولة. فاصل ونعود مرة أخرى.